أنا موجود هلا بالستاند الفرنساوي بميلانو إكسبو 2015. من المدخل منشوف كل الأهمية اللي الفرنساوية عطوها للأرض للطبيعة. حوالينا كل أنواع الأعشاب والفواكه والخضرة. بندورة، أرديشاوكة، بازيلا، أسبرج، جزر، كل الأنواع، كل الأصناف موجودة هون. ستاند فرنساوي بميلانو إكسبو 6 دولار. شفتوا باتريك لاروش شو عمل هون؟ ستاند فرنساوي من أحلى ستاندات بميلانو إكسبو 2015. مين بيقول فرنسا بيقول أكيد زو، بيقول الأكل الطيب. ننتج أكثر، ننتج أحسن، هيدا التشالنج الفرنسوية. عادة لما منزيد الإنتاج بنروح على الطريقة التجارية. الفرنسوية عم بيفكروا كيف بيقدروا يحافظوا على الطريقة الصحية للإنسان وللطبيعة. كتير اوريجينال بهالستاند هن هالكلوشات. انا موجود تحت الكلوش كونستيلاسيون غورماند مطرح ما عم نسمع كل الاصوات اللي تنسمع بالريستورون 3 ايطوال ميشلان. انا هلا مع روني ماكسي مايور، بول بوكوز، ان سوفي بيك، كل الكبار.